نعم، بداية حضرتك وارحب بمشاهدي قناتكم الكرام. حقيقة إجمالي مديونية العراق تصل إلى 150 مليار دولار، قرابة 80 مليار دولار منها ديون داخلية، يعني ديون من صندوق التقاعد، من صندوق الضمان الاجتماعي، من المصارف الحكومية وغيرها. نأتي إلى الديون الخارجية، الديون الخارجية قرابة تصل إلى قرابة 40 مليار دولار اللي هي بعد 2003، هاي 40 مليار دولار قرابة 22 مليار دولار تحدث عنها حضرتك عن طريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منظمات مثل جايكا وغيرها. دانت العراق على مشاريع، والعراق حقيقة استخدم هذه الأموال في بناء هذه المشاريع، استبعدت لكة وبعضها حيل القطاع الخاص، لكن بالنتيجة احنا قاعد نسدد أصل الدين ونسدد فوائد لهذه الديون اللي هي قرابة 23 مليار دولار. عندنا جزء آخر قرابة 18 مليار دولار، لا هذا حقيقة العراق هو أخذ بضمانة سيادية خاصة به، ما له علاقة صندوق النقد والبنك الدولي، أيضا موجود وقاعد نسدد عليه. تبقى عندك 80 و40 120 مليار دولار، تبقى عندك قرابة 30 مليار دولار هي ديون ايفل، ديون مكروهة لبعض دول الخليج مدانيها النظام السابق أثناء الحرب العراقية الإيرانية، ما ممكن المطالبة بها، يعني لأن هذه الديون لا بها هي سبب حقيقي ولا بها سند، وماكو محكمة دولية تحكم بسدادها، لكن هي موجودة لأن مصرفي الرشيد والرافدي هنا فاتحات اعتمادها ومطيات شهادات الاعتماد والإيداع مالتها، فموجودة ما ممكن إنكارها، لكن ما تسدد. بالإمكان بالتفاوضات إلغائها لأجل إخراج الرافدين والرشيد من البلاك ليست. فنعم، الديون الحقيقية الخارجية قرابة 40 مليار دولار 22 وكسر لصالح صندوق النقد والبنك الدولي ولصالح منظمات الجايكا اليابانية وغيرها، و18 طيب ما اعترفت خارجيات به أيضا منظمات كالبنك الدولي. سيد مصطفى، ما الذي يمنع العراق من تسديدها له؟ العراق قاعد يسدد كل الديون اللي عليه، يعني حتى اتفاقية نادي باريس اللي هي اتفاقية النظام السابق اللي على أساسها أسقط 127 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، نادي باريس 2 إلى 7 من 100 أعتقد 12 مليار دولار خفضوها إلى 27 مليار دولار. العراق إلى الآن سدد ما يقارب من عندها 90% 95%. كان يفترض 2023 تنتهي ويطلع العراق من البطاقة الائتمانية. أنا أعتقد بخطأ من مستشاري الحكومة وبعض المتنفذين مددوا الفترة إلى 2028 على اعتبار حتى ما نسدد هواية، لكن هي اتفاقية ملزمة تقيد حركة الحكومة، تقيد توزيع الأراضي، طيب، تقيد كثير من حركات الحكومة. فهاي اتفاقية نادي باريس 2 هي مع الأموال قبل النظام السابق، العراق دي يسدد الديون اللي هي 40 مليار دولار حالية خذها العراق من 2003 اليوم كذلك قاعد يسدد، ما عندنا أي مشكلة بعمليات السداد. حجم الدين هل هو خطر؟ الداخلي نعم مؤشر أصبح، والداخلي يقول لك هي بيناتنا نسوي مقاصة، لكن تصندوق التقاعد، ضمان الاجتماعي، المصارف هي مودعين، أموال مودعين، شنو نسوي مقاصة؟ هاي يحتاج لها حقيقة مراجعة الداخلي 80 مليار دولار. الخارج يعني ما أشوف يعني رقم كبير 40 مليار دولار أمام إنفاق سنوي للدولة دي يصل إلى قرابة 140 مليار دولار. الناتج القومي العراقي يصل إلى قرابة 300 مليار، يعني نتحدث عن 220 مليار دولار. طيب، هو بالعادة المؤشر العالمي يقول لك نصف، إذا الديون ما تتجاوزت النصف أنت في خطر، إحنا حسنا ما متجاوزة النصف فما أشوف مديونية خطر.